لما نقول فشل كلوي، ايه اللي ممكن يتبادر لحضرتك كأستاذ في الأمراض الباطنة والكلوية دكتور؟ أول حاجة أسباب الفشل الكلوي، تمام؟ لأن لما نيجي أقول لك معلومة إن الضغط والسكر لوحدهم بيمثلوا حوالي 70% من أسباب الفشل الكلوي المزمن، فدي حاجة خطيرة جدا، لأن أكيد في أسرتنا لا إما واحد كل الأسر على الأقل في فرد موجود عنده لا ضغط لا سكر، تمام؟ فدي حاجة في غاية الخطورة. النقطة رقم 2، مش الضغط والسكر بس، يعني المسكنات بتمثل ثالث أهم سبب. وفي صورة معانا جدا مهمة، لو جيت تشوف الدايجرام ده هتلاقي السكر واخد حوالي 44%، كبير قوي، كبير جدا، يعني أقل بالنص بشوية، والضغط 29%، الاثنين لوحدهم دول لوحدهم حوالي 3/4 أسباب الفشل الكلوي. في بعض الأسباب الأخرى زي الالتهاب النفلوزي، وحوري لحضرتك دلوقتي اللي ممكن تكون اعراضه، يعني اعراضه مهمه جدا، لان ممكن بدايه تشخيصه وتشخيص المبكر بيسهل علينا في علاجه. وبعض الامراض المتوارثه زي تكيسات الكلى، وبعض ال 18% دول حاجات اخرى، من ضمنهم اهم حاجه المسكنات، الناس اللي بتاخد مسكنات دايما على طول بيبلبعوا على طول باستمرار. يعني دايما على طول الناس اللي بتاخد مسكنات، يعني حوري لحضرتك مثلا ولو يكن ده صورة لتكيسات الكلى. يعني ايه تكيسات الكلى؟ تكيسات الكلى هو مرض وراثي، صورة حقيقية دي ولا صورة حقيقية. هتلاحظ ان الكلى زي ما قبل ما كنت بقول لك قبل كده، اللي هي في حجم الكمثرى، انت شايف حجم الكلى قد ايه؟ هي دي ده حجم كلى؟ لا ده يستحيل يكون حجم كمثرى، الكمثرى قد كف الايد. انا بحسبه الجزار بيقطع. لا 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 خالص، دي تكيسات الكلى، النسيج الكلى اللي هي السوداء البني دي، ولا كل ده تكيسات كلى؟ هوري لحضرتك الاول صوره كده، الصوره دي الاول هي صوره توضيحيه كرتونيه. الكلى الطبيعيه اللي هي اللي على الشمال دي، الصغيره دي الكلى الصغيره دي بيحصل عيب جيني في بعض العائلات. عشان كده احنا بنحذر دايما من جواز القرايب. ليه جواز القرايب؟ عشان الانتقال الجيني للاطفال دايما ما يحصلش. والله حتى على المستوى الشخصي مزعج يا دكتور اصلا. هو تتجوزوا من قرايبكم بعد كده؟ لا ما حدش يتجوز. يعني اللي يتجوز جواز قرايب عندهم استعداد يعملوا، بيكون في بعض الجينات، في بعض الاسر معروفه دايما على طول بوجود تكيسات في الكلى، والاسر دي محتاجه دايما على طول الكشف المبكر عن طريق اللي احنا نعمل اشعه تلفزيونيه على البطن والحوض، عشان اللي عنده التكيسات ده بيبقى محتاج يتابع مبكرا لوظائف الكلى وتحليل دوريه على طول، ومتابعه دوريه على الاقل مره كل 6 شهور لطبيب الكلى. الكلى دي بيبدا حجمها يكبر، ويبدا الانابيب الكلى تكون تكيسات، التكيسات دي بتبدا تخلي تدمر في نسيج الكلى وتخلي حجم الكلى كبير جدا، ضخم. زي الصوره اللي انا وريتها لك قبل كده، اللي هي حسيت ان حجم الكلى بقى كبير جدا. ده مخيف. فلقيت طبيعه ان حجم الكلى لو جينا نقارن اللي هي المفروض تكون قد كف الايد، ده بقت يعني حجمها اكتر من 20 سنتي ضخم، بيبقى بطن العيان كلها مليانه 2 كلى. في مرض تاني بيحصل تضخم في حجم المريض يا دكتور؟ بتلاقي بطنه للاسف بتبقى كبيره جدا. والعيان بيبدا يشتكي من 3 شكاوى اساسيه، يقول لك ده انا بشتكي من دايما في الم، حاسس ان في حاجه تقل شادد على بطني دايما على طول. ممكن يشتكي من وجود حصوات في الكلى فتعمل له تقلصات دايما على طول باستمرار. ممكن يشتكي بوجود دم في البول لو بدا بعض الاكياس تفرقع ولا حاجه. في مرض تاني مهم جدا بيسبب فشل كلوي، وفي صوره ممكن توضح لنا الصوره دي، اللي هو الالتهاب النفروزي. والالتهاب النفروزي ده يعني ايه التهاب نفروزي؟ يعني ايه التهاب نفروزي؟ يعني كوبايبات الكلى بدات تنزل زلال في البول بمعدل كبير جدا، اكتر من 3 جرام زلال في البول في ال 24 ساعه. فتلاقي العيان ده البروتين بدا يزيد في البول. طب ايه المشكله لما البروتين يزيد في البول؟ بيبدا يقلل من مستوى البروتين اللي في الدم، فالجسم يبدا يحصل للعيان ده ضغط، زياده في الضغط، تورم في القدمين، وزياده افراز الزلال اللي في البول دي بتخلي العيان ده عرضه لان كوبايبات الكلى يحصل لها ضمور وتتليف بعد كده خلاص، وبالتالي بتسبب فشل كلوي في الاخير. طب نعرفها ازاي؟ اي عيان يلاحظ ان البول بتاعه بدا يرغي، يرغي قوي، دي لازم يتوجه ضروري يروح لدكتور كلى عشان يعمل له زلال في البول. اي عيان بدا يلاحظ تورم في القدمين لازم يعمل اساسي وظائف كلى ويقيس الضغط ويعمل زلال في البول
عشان نطمن الكلى. هي التحليلات دي مختلفة يا دكتور؟ يعني ما فيش تحليل واحد يجمع لا الزلال والوظائف وظائف الكلى؟ حاجات كتير جدا، فطبعا ودي بيحددها الدكتور، مش ما بنطلبهاش كلها، بنطلب طبقا للاعراض اللي بيشتكي منها العيان. ما يمكن اسمح للدكتور، احنا جهله طبيا ما نعرفش حاجه، ما دي لازم يحددها طبيب الكلى، فساعتها لازم ما تخليك كريم وتطلب منه جميع الحاجات اللي في الكلى. لا هتبقى مكلفه على العيان. لا طبعا فعلا احنا